احنا اليوم جماهير خور الزبير وشباب خور الزبير جاي نطالب المحافظ محافظ البصره والقائم مقام الاستاذ عباس ماهر السعيدي، لان هم ذول الشخصين المسؤولين عن خور الزبير. خور الزبير تعاني من جميع المستويات، المستوى الصحي، المستوى الخدمي، المستوى كافه الخدمات من عندنا بخور الزبير. مستشفى ماكو، اطفاء ماكو، ساحات كره قدم مهمله، الحدائق ماكو، متنزهات ماكو، هذني كلهن ما متوفرات. احنا نطالب باقرار ناحيه خور الزبير، ناحيه تعدادها 76 الف نسمه، سياره اطفاء ما بيها. نتمنى الانتخابات تصير كل شهر، لان اذا صارت الانتخابات كل شهر جاي نشوف المسؤولين واللي مرشحين واللي على يريد يجي يحط لك الشمس بيد والقمر بيد ويقول لك انا بخدمتك. تخلص الانتخابات ما حد يدق لنا هورن ولا واحد يعرفنا. احنا هنا منطقه خور الزبير يعني معدومه من كل الجوانب، لا خدمات، لا كهرباء، لا ماي، لا شوارع، بالاضافه الى التلوث البيئي اللي جاي يصير، يعني محاطين من كل الجوانب بالغاز والنفط والمعامل اللي جاي، الدخان مالها يجي على العوائل. يعني الى متى هاي؟ يعني الى متى؟ يعني الزبير اكثر قضاء ينطي نفط، ومدرسه ما عنده، مستشفى ما عنده، شارع تبليط ما عنده. تعالوا بسياراتكم شوفوا الشوارع فايضه، يعني الماي ما تقدر تطب بيتك، اكو بعض الشوارع. يعني احنا نريد تلتفتون ان الى متى؟ يعني ليش ما يحلونهم كم مشروع من تبليط المناطق خور الزبير؟ ليش الاهمال هذا من قضاء الزبير؟ هاي واحده. القضيه الثانيه، احنا عندنا قضيه قسم بلدي بخور الزبير، عدد سكان خور الزبير 80 الف نسمه، يعني تروح هسه تصور تفتر بالمناطق، قضاء احنا نستحق قضاء مو ناحيه. عندنا 80 عامل بخور الزبير اللي هم دارين البلديه، منهم الاداري، يعني اذا ترجع للموجود تقريبا بال 60 او 50 عامل. بس للاسف والله للاسف، وهم نجي وترجع انتخابات وهم تجي عالم تضحك علينا وهم يصوتون. يعني اليوم احنا هواي اهمال عندنا بخور الزبير. مشكلتنا باختصار، عندنا مقاطعه النجمه الجنوبي رقم 55 8000 قطعه موزعه من العام 1994 لحد الان، لا تخصيص مالي، لا فرز، لا خدمات، لا شوارع، لا كهرباء، لا ماء، والمواطن ما مستفاد من عندها اي استفاده، ظل باقي فريسه للمتجاوزين والمزارعين، اضافه لدوائر الدوله بحيث نصبت عليها شبكات ضغط عالي على قطع المواطنين، وهذا نموذج من السند. نريد من السيد المحافظ يهتم بهذه المقاطعه اللي هي شريحه مهمشه ما يقارب 7000 قطعه سكنيه لحد الان لا مفروزه على امر الواقع ولا مفروزه مسلمينها لاصحابها القطع، والقطع اغلبهم ساكنين تجاوز، وكل قطعه مساحتها 300 متر، يعني يسكنون بها 3 عوائل اقل شيء. عندنا معاناه مقدمين على قطع اراضي سكنيه، صار لنا سنتين ولا بتنجز، معاملتنا مذبوبه ولا حد يحلها لنا ولا حد يحاسبهم. وشنو السبب؟ لا الرعايه، عرفت احنا رعايه ومعانين. اهمال عندهم من عندهم. سنتين نروح نراجع على معاملتنا ماكو. يعني القطع ما متوفره. منطقة خور الزبير مظلومة من كل شيء. يعني منطقة عدد سكانها 78 ألف نسمة. لا عندها منتزه ولا بها فد حديقة. والوضعية كلش تعبانة بها. بالنسبة للمستشفى، مستشفى ما عندنا. تدخل الساعة ب 12 بالليل يعني كفيلك الحسين سلب بالمستشفى. لا دكتور لا معاون طبي، يطلع لك بس بالاسعاف وبالاسعافها منايم الحمد لله وشكر. بالنسبه للمشروع الماي، مشروع الماي شغلته تعبانه كلش، يعني كل 3 ايام يصبها مره عندنا بالخور مشروع الماي. المدارس بعيده علينا، واحنا نريد مدرسه هنا قريبه ان للمنطقه مالتنا. ما يجوز هذا البعد، وسيارات 4 سايدات او 6 سايدات يعني على بناتنا واطفالنا جهال، ما يصير هالحكي هذا. ونريد نشوف، شفت المحافظ هلبة الله يسوي لنا حل بس.